في حلقة هذا الأسبوع من برنامج هنا حمص، عروس الصحراء من جديد بين النظام والتنظيم. ناشطو الريف الشمالي يطالبون بفتح الجبهات للتخفيف عن الوعر المحاصر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مشاهدينا الكرام في بداية الحلقة تقريرا يلخص أبرز أحداث الأسبوع في محافظة حمص. في استمرار لما يعتبره مراقبون مسرحية هزلية، استعادت قوات الأسد بغطاء الطائرات الروسية السيطرة على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي من يد تنظيم الدولة، بعد تمكنها من السيطرة على منطقة الدوة الزراعية وقصر الحير الغربي ومزارع الطراف والمقسم، فيما استمر القصف الجوي والمدفعي على منطقة وادي الأحمر وصولا إلى صوامع الحبوب وطريق عام تدمر دير الزور، بالإضافة إلى مدينة السخنة. الله أكبر. دمر الدنيا، دمر البلد، بعد فرت العيا تحت الحجر الصوان 20 متر حفر تحت الارتجاجة. في حي الوعر المحاصر بمدينة حمص لا يزال التصعيد العسكري قائما باستمرار الغارات الجوية والمدفعية وبالصواريخ المظلية شديدة الأثر التدميري، بالإضافة إلى صواريخ أرض أرض، ما تسبب في ارتقاء عدد كبير من الشهداء وسقوط أكثر من 30 جريحا بينهم متطوعون من عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بإسعاف الجرحى والمصابين إلى المشافي الميدانية. هون هلا مشوي نزل علينا غارة جوية، صاروخ مظلي، كان الحمد لله هون يعني بفضل الله عز وجل كان في بعض الجرحى قدرنا ننتشلهم من تحت الأنقاض. شوف أخي تفضل من هون، شوف الجور الصاروخ الفراغ شو عامل هون بالحي. كما ارتقى شهيدان في بلدة غرناطة بريف حمص الشمالي نتيجة غارات جوية، طالت أيضا الفرحانية الغربية وعز الدين والمحطة وديرفول، وسجل استشهاد مدني في تل ذهب وثلاثة آخرين في الزعفرانة وسقوط عشرات الجرحى، في حين استهدفت مدفعية النظام مدن وبلدات الرستن وتلبيسة وتيرمعلا والغنطو. رد الثوار على القصف الذي طال حي الوعر ومدن وبلدات الريف تضمن نصف حاجز القطري الواقع على طريق حمص سلمية على يد فصائل غرفة عمليات ريف حمص الشمالي، وقتل 25 من عناصره وإيقاع خسائر بشرية أخرى في حاجز تل عمري. كما استهدف الثوار معاقل قوات الأسد في أحياء حمص الموالية ومعسكر الطلائع والكراج، وكذلك في قرى كفرنان وعين الدنانير والمختارية والأمين بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، فيما دارت اشتباكات بين الثوار وقوات الأسد في جبهات قرية تيرمعلة. في وقفة تضامنية مع أهالي حي الوعر المحاصر بمدينة حمص، طالب ناشطون من الريف الشمالي فصائل ريفهم بالتحرك العسكري ضد مواقع النظام لتخفيف الضغط عن أهالي الوعر وتفاديا لمصير ينتظرهم كمصير أحياء حمص القديمة. طبعا وقفتنا هون مشان اللي عم يصير بالوعر، بنوجه رساله لفصائلنا الموجودين بالريف الشمالي هون انه شو مستنين، يعني مشان يصير مصير الوعر مثل مصير حمص القديمه؟ مستنين هيك؟ تحركوا، قولوا يا الله واتركوا البرة واتركوا العالم البرة، اتركوها لا تسمعوا كلامها، ثورتنا ماشي نحن، بس انتوا تحركوا، خليكم وقفوا وقفه رجال مع اهل الوعر، وقفوا وقفه احسن ما تروح الوعر ويصير مصيرها مثل مصير حمص القديمة. وأنا بقول لكل الثوار الموجودين هون، كل المجاهدين بكافة الفصائل، ما بدي حدد فصائل، بكافة الفصائل، كل شيء بيقول أنا هون طالع في سبيل الله مجاهد، تحركوا، نحن كلياتنا معاكم، نحن كلنا خيفانين، ما لنا خيفانين لا من طيران، وشو عم يسوي الطيران، ولكن راحت البلاد مننا،
وانتوا قاعدين هون، قولوا يا الله نحن كلياتنا معاكم. وللحديث في عدد من ملفات أوضاع محافظة حمص ينضم إلينا من ريف حمص الشمالي الأستاذ أحمد عرابي مراسل الأيام السورية. حياك الله أستاذ أحمد معنا في هذه الحلقة. بداية، استعادة نظام الأسد لمدينة تدمر شرقية حمص من يد تنظيم الدولة في الوقت الذي أيضا تتهم فيه جهات ثورية تنظيم الدولة بالإضافة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية قسد بتسليم بلدات وقرى بريف حلب وتحديدا بمحيط مدينة منبج بتسليمها لنظام الأسد، ما دلالات هذا؟ نعم، حياكم الله أستاذ محمد، تحياتي إليك ولجميع المشاهدين. بداية يعني مسألة المسرحيات اللي عمانة تصير، اللي ما فينا نوصفها بأكثر من مسرحية، المسرحيات الهزلية هي اللي عم تحصل ما بين تنظيم الدولة داعش وقوات الأسد من خلال سيطرتهم على منطقة وخروجهم من منطقة تانية. هي الشغلة يمكن في لها دلالات واضحة صارت، وضحت المعالم بعد 6 سنين من عمر الثورة السورية، بتتمثل بالتنسيق المباشر ما بين قوات الأسد ما بين عناصر التنظيم من خلال استغنائهم عن منطقة وسيطرتهم على منطقة تانية. مدينة تدمر يعني ما فينا نسميها نحن بمدينة حمص إلا أنه راحت من محتل لمحتل آخر. يعني تنظيم الدولة داعش طمس كل المعالمة للأسف الأثرية، بالمقابل قوات الأسد والمدعومة من حليفة أو من العدوان الروسي الطيران طبعا قام باستهداف هاي المعالم بشكل كتير كبير، طمس هويتها اللي بنتفاخر فيها نحن بشكل كتير كبير كسوريين وبنعتز بهذا الارث الحضاري اللي موجود عندنا. فمسألة استلام قوات الأسد لهي مدينة تدمر بالفترة الأخيرة هي ما بتتعدى أن تكون عملية أو اتفاقية، خلينا نقول صفقة كمان يجوز الكلام بهذا الشكل، أنه هي صفقة تمت ما بين قوات الأسد وما بين تنظيم الدولة داعش، والأمر نفسه هذا اللي عمان يتكرر حاليا مثل ما تفضلت حضرتك بريف حلب، بمناطق ريف حلب اللي هلأ حاليا عم تتهم عناصر تنظيم الدولة داعش بأنها عم تسلم مناطق للنظام، وهذا الشيء فيه دلالات على الأرض يعني ملموسة. مثل ما لاحظنا نحن لو يسمح الوقت، سيطرة أو قيام عناصر التنظيم بإحراق منابع النفط آبار الغاز حقل حيان قبل ما ينسحب منه بفترة قصيرة، بفترة ما بتتجاوز 48 ساعة تم حرق هي الآبار، هي دلالة واضحة على أنه هو رح يسلم ويطلع. فما بتتعدى كون المسرحية وكون أنها تكون هزلية بين قوسين، أيضا باتت يعني واضحة للعيان مثل ما شفنا بمؤتمر جنيف، أيضا كان في حديث من قبل العقيد فاتح حسون على أنه في هلأ حاليا وثائق مصورة بتثبت تعاطي تنظيم الدولة داعش مع قوات الأسد من خلال اتفاقيات مخفية على العالم. نعم، حتى لو استبعدنا فرضية التنسيق ما بين نظام الأسد وتنظيم الدولة في موضوع الانسحابات والسيطرات المتبادلة، دائما يعني من يعني الملاحظ جدا أنه نظام الأسد يفضل إذا اضطر على الأقل للانسحاب من منطقة أن تقع في يد تنظيم الدولة وليس في يد الجيش الحر أو الفصائل الثورية، لماذا برأيك؟ تماما، لا، أولا مسألة التنسيق هذا المباشر اللي عمالنا نحكي عنه نحن هلا أو سميها كما شئت يعني، لكن هي المسمى اللي هلا حاليا يعني صار طاغي على العلاقات ما بين تنظيم الدولة وقوات الأسد. المناطق اللي بتخضع لسيطرة فصائل الثوار واللي هي بتتمثل حاليا بحمص، خليني أحكي على ريف حمص الشمالي، حاولت قوات الأسد أنه تقتحم المنطقة أكثر من 3-4 مرات مدعومة طبعا بسلاح الجو الروسي. حاول تنظيم الدولة داعش أنه يكون في عنده خلايا نائمة وأنه يثبت إمارة أيضا بريف حمص الشمالي، لكن فشل لأنه أولاد المنطقة أبناء المنطقة حملة الراية راية الثورة السورية الحقيقيين هن اللي محافظين حاليا وبتخضع تحت سيطرتهم هاي المناطق. لذلك كانت يعني قوات الجيش الحر أو فصائل الجيش الحر عم تكون سد منيع أمام أي عملية تفاوضية، أي عملية بتهدف لأنه تكون اللعب السياسي على هاي المنطقة موجود في حال سيطرة التنظيم. لذلك قوات الأسد ما بتلاقي شبيه لها أو حدا يخدم مصالحها
مثل تنظيم الدولة داعش، فلذلك بتم تسليمه هي المناطق، وبالتالي بينسحب إمت ما بدأ وبتتحرك على كيفها. يعني تنظيم الدولة داعش بتحرك بحسب المعطيات الدولية، بحسب ما بده. يعني مثل ما شفنا أمس من فترة التفجيرات حتى اللي صارت عندنا بالمنطقة، يعني كان أغلب التفجيرات هي اللي يقوم بتبنيها هو تنظيم الدولة داعش في حال انعقاد أي مؤتمر من شأنه أنه يلاقي حل للثورة بسوريا، من تهدئة، من إعلان وقف إطلاق النار. كان تنظيم الدولة داعش هو الوحيد المخول بتبني التفجيرات اللي بتحصل بمدينة حمص، فبالتالي هو كان الوحيد اللي يعني أدي الدور المطلوب منه واللي بيخدم مصلحة الأسد وقواته. ملفت أيضا في موضوع استعادة مدينة تدمر من يد تنظيم الدولة، أن الإعلان عن هذه الاستعادة جاء على لسان الاحتلال الروسي. تماما تماما، يعني هذا دليل ثاني على أنه الأسد وميليشياته اللي عمانة قاتل بسوريا ما عاد في إلهم أي دور. أستاذ محمد، هذا بتصوري أنا طبعا، ما عاد في إلهم أي دور بالقرار الدولي، ما عاد في إلهم أي دور حتى بالقرار الداخلي. يعني ولا ضابط بعد ما تم تسليم مدينة تدمر من تنظيم الدولة داعش لقوات الأسد، ما ولا ضابط سوري قدر أنه يطلع ويعلن هذا النصر، خلينا نقول بين قوسين، أو استعادة المنطقة أو استلامها. ولكن إجا البيان من الكرملين، طبعا بحسب ما تحدث يعني وزير الدفاع الروسي سيرجي شوينغو، هو اللي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد قوات الاحتلال بسوريا بأنه قوات الأسد نجحت بالسيطرة على المدينة بفضل الدعم الكبير اللي تلقته من سلاح الجو الروسي. فبالتالي هي بصمة عار جديدة تضاف على جبين الأسد وقوات الأسد بأنه يجي التصريح، تصريح استعادة مدينة تدمر عبر الكرملين، وتحديدا عبر وزير الدفاع الروسي اللي خبر بأنه لولا الدعم الجوي اللي تلقاه قوات الأسد ما كانت قدرت ترجع تحافظ على المدينة وتستردها من تنظيم الدولة. نعم، بالنسبة لتفجيرات الفرعين الأمنيين في مدينة حمص اللذين وقعا في الأسبوع الماضي، وتبني هيئة تحرير الشام رسميا لهذين التفجيرين، وأيضا اللغط الذي يعني دار حول إمكانية وصول أي تنظيم من التنظيمات القائمة في سوريا مهما بلغت قوته وقوة أجهزته الأمنية إذا صح التعبير، من الوصول إلى هذين الفرعين، هل من معلومات جديدة رشحت حول هذين التفجيرين؟ صحيح. هلا بالنسبة للتفجير أستاذ محمد اللي أعلنت هيئة فتح الشام، يعني إنه هي اللي تبنت هذا التفجير، تفجير فرع أمن الدولة والأمن العسكري داخل أحياء حمص الموالية، هدول الأفرع الأمنية يعني بات القاسي والداني يعرف مدى التحصين الكبير الذي يقبع على مداخل مدينة حمص. وبعد يعني إذا ما تم جدلا، إذا سلمنا جدلا إنه تم اختراق هي الأفرع الأمنية من قبل أي تنظيم ما، فهنالك يعني الحواجز المنتشرة على طول الطرقات وعلى مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية إلى أفرع الأمن العسكري وأمن الدولة، فمن الصعب جدا أنه يتم عملية اختراقهم بهذه السهولة. هذا أيضا يعني بتصوري، وهذا الشيء اللي بيشوفه القارئ للوضع الأمني داخل مدينة حمص وداخل الأحياء الموالية. أضف على ذلك يعني مسألة الاتهامات اللي صارت مباشرة خلال الفترة الماضية من الأحياء الموالية، تحديدا حي الزهراء وحي الأرمن، اللي اتهموا من خلاله محافظ حمص طلال البرازي، اللي اتهم بشكل كامل انه هو المسؤول بشكل مباشر عن التفجيرات اللي عم تحصل داخل هي الاحياء، وانه حتى راحت الاتهامات لمدى ابعد من هيك، انه عم يكون في تنسيق مباشر بينه وبين العناصر اللي عمانه تدخل لحتى تنفذ هي التفجيرات بالداخل. فصورة الوضع داخل أحياء حمص أستاذ محمد يعني معقدة نوعا ما. اتهامات الموالين لطلال البرازي بأنه هو الشريك باستهداف المقار الأمنية، أضف على ذلك يعني مسألة المصالحات، كل ما كان في ملف مصالحة لحي الوعر، أي عملية تهدئة لحي الوعر، عم يكون في استهدافات بالجملة. كانت مثل ما سبق وذكرت أنا من شوي أنه كان الاستهدافات كلها تتبناها
تنظيم الدولة داعش، وبالتالي هي اللي كانت الزراع الأمني اللي عم يستهدف الحاضنة الشعبية للموالين للأسد حتى تشتعل يعني النار أكثر وأكثر، حتى ما ينقال أنه سوريا رح ترجع بلد واحد بضم كل الطوائف، لا عم تأجج الوضع الطائفي عم تأججه بشكل كتير كبير. وكان آخر هي التفجيرات تبنتها يعني عناصر أو هيئة جبهة فتح الشام لمسمى بجبهة النصر الصليبي. يعني حتى نظام الأسد استثمر هذه التفجيرات استثمارا سياسيا قويا عبر يعني مندوبه في المفاوضات في جنيف، وطلب أيضا من الوفد المعارض تجريم هذه التفجيرات. يعني بالفعل كل هذه دلائل يعني تضع علامة استفهام كثيرة. هلا كل هذا اللي حصل استاذ محمد يعني مثل ما قلت انت هي دلائل، وهي بتصب بمجريات يعني مصلحة الأسد وحلفائه. اولا كان في عندنا اجتماع لجنيف تم استثماره مثل ما حكيت انت خارجيا سياسيا عما يتم تم استخدامه بشكل كتير جدي، داخليا تم ايضا استخدامه من خلال تأجيج الفتنة الطائفية اللي عما تشهد سوريا، حتى ينقال انه هي الطرف الثاني اللي احنا عم نحاوره عم يجي وعمانه يفجرنا ومن هذا الحديث. لكن هذا الحديث ما عم يمر مرور الكرام على القسم المؤيد، صرنا نلاحظ يعني ارتفاع الاصوات بشكل كتير كبير ضمن الحاضنه الشعبيه للاسد بانه اتهامات عم تكون مباشره لطلال البرازي ولرئيس لجنه المصالحه اللي الموجود ايضا داخل مدينه حمص، وللاسف اللي عم يدفع الثمن هن المدنيين مثل ما عم نشوف نحن حي الوعر عم يتم استهدافه بشكل يومي، عشرات الغارات بالصواريخ المظليه. اليوم نحن يعني في غارات هلا حاليا نحن عم نتحدث في غارات على 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 حي الوعر اسفرت اليوم عن استشهاد 4 اشخاص واصابه نعم. اكثر من 25. نعم، بالانتقال الى الريف الشمالي حيث انت احمد عرابي، ما صورة الأوضاع الميدانية إجمالاً؟ حالياً يعني التصعيد العسكري، خلينا نقول التصعيد العسكري عم تشهده معظم مناطق ريف حمص الشمالي، استهداف بقذائف المدفعية بالإضافة إلى استهداف الأحياء السكنية بالطيران الحربي، تركيز أكبر التركيز عم يكون على منطقة الفرحانية الشرقية، أيضا على أطراف مدينة تلبيسة وقرية الغنطو عم يتم استهدافها من قبل كراد الداسنية بصواريخ براجمات الصواريخ عفوا. أضف على ذلك يعني التصعيد العسكري اللي عم يحصل على منطقة الزعفرانة ومنطقة ديرفول بالإضافة إلى قرية عز الدين بعد العمل العسكري الناجح اللي أتمته من فترة عدة فصائل عسكرية أسفرت عن استهداف حاجز القطري، قتل جميع العناصر المتواجدين بداخله وتفجير دبابة كنوع من الرد العسكري خلينا نقول أو إنجاز التعبير على التصعيد العسكري الكبير اللي عم يتم ممارسته حاليا على أهالي حي الوعر المحاصر. نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد عرابي مراسل الأيام السورية، كنت معنا من مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي. تطلق منظمات طبية حملات لقاح تستهدف عشرات الآلاف من أطفال الريف الشمالي. المزيد في سياق تقرير مراسلنا أنور أبو الوليد. لأن أطفال المناطق المحاصرة هم الأشد تضررا من تردي الواقع الطبي وقلة إمكانياته، تسعى عدة منظمات طبية لإطلاق حملات تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى، ومن بينها حملات اللقاح المتلاحقة والتي تحاول تحدي واقع الحصار وتأمين اللقاحات الضرورية للأطفال الذين يبلغ تعدادهم عشرات الآلاف هنا في الريف الحمصي، عبر فرق جوالة تغطي كامل المنطقة وتستهدف بلقاحاتها هذه المرة مرض شلل الأطفال والحصبة، إضافة لتأمينها اللقاحات لأمراض أخرى في حملات سابقة. شلل الأطفال اليوم الرابع موزع على مراكز تلبيسي والحولي والرستان، تضمن أطفال من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات، وطبعا موزعة هذه الفرق تقوم بالتخصي عن حالات الشلل والحصبي. 3 مراكز رئيسية للحملة في مناطق تلبيسة والرستان والحولة
وعشرات المتطوعين الذين يجوبون البيوت ويستقصون عن جميع حالات المرض المسجلة ويوثقونها لإنقاذ الطفل. نحن بالنسبة إلى مناطق حمص الريف الشمالي المحاصر نتشكر اللجنة الله يجزيهم الخير، يعني اجوا لحد عندنا على البيت ولقحونا اطفالنا، يعني هن شوف عينكم يعني صار المرض يدب باي شغله بالطفل، وبنجزيك بنشكر كل انسان بيساهم بهيك عمل، الله يعطيكم العافيه بنشكركم. انور ابو الوليد لقناه حلب اليوم ريف حمص. ختام هذه الحلقه من برنامج هنا حمص، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.